قناة أهل الدار، قناة كل الأعمار، قناة كل الأعمار. مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبه وحية، مرحبا بالعيد يا أنا يا حلاها من هدية هدية. مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبه وحية، مرحبا بالعيد يا أنا يا حلاها من هدية هدية. يا هلال بسمانة هل في ليلة بهية، من ظهر فيها وبانة فزت الدنيا تحية تحية. أطلبك تسمع دعانا توبتك ربي عليا، ربي ترزقنا جنانا وقبلها عيشة هنية عيشة هنية. ختمها باللي دعانا صاحب الملة سويه، الرسول اللي هدانا والبيت والبقية. ختمها باللي دعانا صاحب الملة سويه، الرسول اللي هدانا والبيت والبقية. السلام عليكم أصدقائي متابعين قناة أهل الدار، نقولكم كل عام وأنتم بخير ومبروك عليكم عيد الفطر المبارك. والآن خلونا نسمع التهنية من أصدقاء قناة أهل الدار، هيا مع بعض. مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبه وحية، مرحبا بالعيد يا أنا يا حلاها من هدية هدية. مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبه وحية، مرحبا بالعيد يا أنا يا حلاها من هدية هدية. يا هلال بسمانة هل في ليلة بهية، من ظهر فيها وبانة فزت الدنيا تحية تحية. أطلبك تسمع دعانا توبتك ربي عليا، ربي ترزقنا جنانا وقبلها عيشة هنية عيشة هنية. ختمها باللي دعانا صاحب الملة سويه، الرسول اللي هدانا والبيت والبقية. ختمها باللي دعانا صاحب الملة سويه، الرسول اللي هدانا والبيت والبقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بخير وسعادة وهناء بمناسبة عيد الفطر السعيد. نبيل الشميل. العيد هل بفرحته لم الشمل في جيته، محلى هوا صبحيته، كل عام وانتم بألف خير. لم الشمل محلى هوا كل عام وانتو، نرسل تهاني ونحتفل وانتو في ضحكة الطفل، نفرح ويتجدد أمل كبيرنا قبل الصغير. نرسل تهاني ونحتفل وانتو ضحكة الطفل، نفرح ويتجدد أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهني قناة أهل الدار والدكتور أحمد طقش وكل الآملين فيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. نسأل الله أن يعود علينا الأعياد والأفراح بكل سرور وسعادة، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد العايدين عيد الفايزين، عود الله علينا بالمسرة كل عيد. عيد العايدين عيد الفايزين، عود الله.
جابك الله فضيلة واحتفل فيك. قناة أهل دار تهنئكم بالعيد السعيد، أعاده الله عليكم بالصحة والعافية، عسى أن تكون أيامكم جميعها ملأة بالمحبة والوفاق والوئام، وجعل شملكم مع بعضكم دائما الدوام. كل التحيات لكم، أنا طلال المحيثاوي. ومن العايدين من العايدين ومن الفايزين من الفايزين إن شاء الله. ومن أهل الدار تهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وبهذه المناسبة الجليلة نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والفرح والسرور وبتحقيق كل الأمان إن شاء الله. إذا نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، نلقاكم قريبا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم. مرحبا بالليل فانا الفطر حبه وحيه، مرحبا بالعيد يانا يا حلاها من هديه هديه. مرحبا بالليل فانا الفطر حبه وحيه، مرحبا بالعيد يانا يا حلاها من هديه هديه. يا هلال بسمانا هل في ليله بهيه، من ظهر فيها وبانا فزت الدنيا تحيه. عيد سعيد، عيد الفرح، عيد جميع المحاصيل، عيد الجائزة بعد الصيام، التقوى، الطاعة، واجب علينا وجوبا أن نفرح. في الإمارات أكثر من 222 جنسية و 130 ديانة، كلهم يتابعون قناة أهل الدار، والبعض منهم أحب أن يشاركونا في استمرار هذا الفرح من الاثنين إلى الثلاثاء إلى الأربعاء، ثلاثة أيام عيدية من السعادة. الآن نشرنا البارحة الجزء الأول من المعايدات، الآن لدينا الجزء الثاني. أحبابنا من السودان، أحبابنا من سوريا، أحبابنا من الإمارات، من مصر، من كل العالم العربي متابعي قناة أهل الدار، أحبوا أن يشاركوا قناة أهل الدار بالفرح بالعيد السعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم كلها أعياد وأفراح وأعراس. كل عام وأنتم بعز وخير، كل عام وأنتم بعز وخير، يلا عساكم العوادة. فرحة بهايا بها التعبير، يا فرحة العيد كالعادة، يا عيد صبحك وجوك غير، فيك التباشير بزيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، شكرا لمتابعين قناة أهل الدار، شكرا لكل ساهم في تهنية العيد. الحين ما باجي إلا أقولكم شكرا لكم، ونشوفكم إن شاء الله في مناسبات ثانية. مع السلامة، مع تحيات الدكتور جاسم معدي.
بعض الإمارات. دار زايد الخير، تنطلق قناة أهل الدار على موقع اليوتيوب وتكون منصة إعلامية هادفة تسعى للتواصل مع كل الأعمار من خلال برامج وفقرات متميزة تحمل كل ما هو جديد ومفيد لأفراد المجتمع، وتقدم محتوى إعلامي استثنائي تحت شعار قناة أهل الدار، قناة